حق الوطن والتضحيه في سبيله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن للوطن مكانة سامية في قلوب أبنائه، والانتماء إليه فطرة جبلت عليها النفس البشرية السوية. يقول الأصمعي رحمه الله: اذا اردت ان تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر الى حنينه الى اوطانه وتشوقه الى اخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه وحب الوطن والانتماء اليه واجب ديني لذلك حفلت الشريعه الاسلاميه بالدعوه الى تعميق الانتماء للوطن والعمل على رقيه وتطوره وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة نظر إلى وطنه مكة المكرمة مودعًا وقال: "ما أطيبك من بلد، وما أحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت". وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، واستوطن بها، دعا الله عز وجل ان يحببها اليه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد على ان حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال او شعارات ترفع انما هو سلوك وتضحيات بكل غال ونفيس فالمواطنه الحقيقيه تعني حسن الولاء والانتماء للوطن والحرص على امنه واستقراره وتقدمه ورقيه كما تعني الالتزام الكامل بالحقوق والواجبات فالوطنيه الحقيقيه فداء واعتزاز بالوطن لان الوطن يستحق منا التضحيه لاجل عزته ورفعته وحفظه ومن اهم حقوق الوطن التضحيه في سبيله ولا شك ان التضحيه بالنفس من اعلى مراتب التضحيه حيث يقول الحق سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم حراس الوطن وحماته الذين يضحون بانفسهم دفاعا عنه بالنجاه من النار حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله لذلك استحق اهل هذه التضحيه ان يكونوا اصطفاء الله تعالى من المؤمنين وفي معيه الانبياء والصديقين والصالحين حيث يقول الحق سبحانه: "وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء"، ويقول تعالى: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ان من واجب الوطن على ابنائه ان ينفروا خفافا وثقالا حيث اقتضت مصلحه الوطن ذلك واذا كان من واجبهم افتداؤه بارواحهم ودمائهم متى تطلب الامر ذلك فان مشاركتهم الايجابيه في كل ما تقتضيه مصلحه الوطن هو اضعف الايمان في باب الانتماء الوطني وحب الوطن والاخلاص له ان ضريبه الوطن لا يدفعها جيل واحد ولا بعض ابنائه دون بعض بل هي عمليه تشاركيه وتضامنيه بين جميع اجياله المتعاقبه ومن اهم حقوق الوطن الجد والعمل والاتقان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ومنها الوفاء بالواجب الوظيفي فالوظيفه العامه امانه ومسؤوليه والوفاء بحقها واجب شرعي ووطني والاهمال في القيام بالواجب الوظيفي من اخطر انواع الفساد فينبغي على الإنسان أن يكون قلبه حيًا، وضميره يقظًا، مستشعرًا دائمًا قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومنها احترام علمه ونشيده ورموزه وسائر شعاراته الوطنية؛ فالعلم شعار الدولة وعنوانها: الذي يلتف حوله جميع ابنائها في الداخل والخارج ويحققون تحته انجازاتهم ونجاحاتهم واحترامه من اولويات وثوابت اعمده بناء الدوله ومنها حسن تمثيله في الداخل والخارج وفي جميع المحافر الوطنيه والدوليه والحرص على رفع رايته عاليه خفاقه في جميع الدول والبلدان وأن يكون الإنسان خير سفير لوطنه حيث كان، ومنها عدم السماح بالمساس بأرضه ومقدراته أو النيل منه قولا أو عملا، والتصدي لأعدائه دفاعا بالكلمة والنفس والنفيس متى تطلب الأمر ذلك. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالم